السلام عليكم أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم وهو النقود لموني. إذن كما نلاحظ في الصورة لدينا قطع نقدية. إذن قطع نقدية من فئة الدراهم وقطع نقدية من فئة السنتيمات. لدينا قطعة نقدية من فئة درهم واحد، لدينا هنا أربع قطع. لدينا قطعتان من فئة درهمان، ولدينا قطعة من فئة خمسة دراهم، وكذلك قطعة من فئة عشر دراهم. الآن سنمر إلى القطعة النقدية من فئة سنتيمات. لدينا قطعتين نقديتين من فئة خمسون سنتيم، وكذلك قطعتين نقديتين من فئة عشرون سنتيم، وقطعة نقدية من فئة عشر سنتيم عشر سنتيمات، وأخيرا قطعة نقدية من فئة خمس سنتيمات. الآن سنمر إلى الأوراق النقدية. كما نلاحظ لدينا ورقتين نقديتين من فئة عشرون درهم، وورقة نقدية من فئة خمسون درهم، ورقة كذلك نقدية من فئة مئة درهم، وورقتين نقديتين من فئة 200 درهم. سوف نقوم بتقطيع هذه القطع والأوراق النقدية من الصفحة 135 لكي نستعملها في التمارين اللاحقة. ننجز معا تمرين اكتشف. ألاحظ أنواع القطع والأوراق النقدية المتداولة وأكمل، أي سوف نكتب العدد المناسب مكان النقط. إذن نبدأ بالسنتيمات. في الصورة الأولى لدينا قطعة نقدية من فئة 5 سنتيمات، والصورة الثانية تمثل قطعة نقدية من فئة 10 سنتيمات، والصورة الثالثة لقطعة نقدية من فئة 20 سنتيما، والصورة الرابعة هي لقطعة نقدية من فئة 50 سنتيما. نمر إلى الدراهم. لدينا في الصورة الأولى قطعة نقدية من فئة درهم واحد، الصورة الثانية هي لقطعة نقدية من فئة درهمان، الصورة الثالثة هي لقطعة نقدية من فئة خمسة دراهم، وأخيرا الصورة الأخيرة وهي لقطعة نقدية من فئة عشرة دراهم. الآن سنمر إلى الأوراق النقدية. والورقة النقدية الأولى تمثل 20 درهما، الورقة النقدية الثانية تمثل 50 درهما، والورقة النقدية الثالثة تمثل 100 درهم، وأخيرا الورقة النقدية الأخيرة تمثل 200 درهم. ننجز التمرين 2 من الصفحة 110 من أتمرن. وفي الحصة الثانية ننجز كل من التمرين 3 و5 الصفحة 111 من أقوم وأدعم تعلماتي. أعزائي التلاميذ، نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. دمتم سالمين.